فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، إلى قوله: إن أوتيتم فهذا فخذوه، يقول: إيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها. نعم، وهذا تتمة لسياق القصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه يستفتونه في إقامة الحد على هذا الزاني، يريدون أن يجعلوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلمهم منه، فيقولون: إن جلده سلمنا من تبعة تغيير التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أو ألهمه سبحانه وتعالى أن يناقشهم في هذا الأمر، وأن يقيم التحقيق كما يسمى معهم: أتجدون هذا في التوراة؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فنشده بالله: هل هذا هو الذي في التوراة؟ قال: لا، إنه الرجم. ثم شرح القصة وقال: لكن كثر الزنا في أشرافنا، فإذا قمنا عليهم الحد يحصل في هذا ما يحصل، فنحن نقيمه على الضعيف، يعني اللي ما يترتب على إقامته عليه شيء من جهة الناس، وأما الشريف الذي الناس يكونون معه يحصل معه يعني ناس يدافعون عنه، فنحن ندرى عنه الرجم ونكتفي بالجلد والتحميم. فعند ذلك انكشف أمرهم، وكما سبق أنه قرأت التوراة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فيها آية الرجم واضحة، عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم، وقال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وذكر الله هذه القصة في قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، يعني اليهود، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن ذلك الرجم، حرفوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون: إن أوتيتم هذا، يعني هذا المحرف، فخذوه، وإن لم تؤتوه، يعني أمر بالرجم الذي هو الصحيح وهو الواقع في كتاب الله، فاحذروا، أي لا تطيعوا. فالله فضحهم أيضا في القرآن كما فضحهم في التوراة. والنتيجة من هذا تحذير هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الخبيث، وهي التساهل في حدود الله بإقامتها على الضعفاء وترك الأشراف والأغنياء وذوي المقامات.